العباري كان فنان عاش في مصر في القرن ال19 وله كتب مهمة جدا عن وصف القاهرة، وكان بيقول ان اقدم نظام لتلطيف الجو تلاقوه القاهريين هو فعليا المهندسين الفاطميين اللي صمموا القاهرة عشان يلطفوا الاجواء في الشارع، ان هم كانوا بيحطوا الستارة دي عشان تعمل ظل حتى في الشارع، فالظل مع الهواء كل ده كان يعني مساعدات ان هم يعملوا فنتليشن سيستم للجو في الوقت ده. وهنلاقي نظام الحارات الضيقه دي برضو استخدم بعد كده في بلاد كتيره قوي، منها مثلا قرطبه على سبيل المثال، فيكم راح كوردوبا في اسبانيا ما زالوا بيحطوا الستائر دي فوق لحد دلوقتي في الشوارع الصغيره. خريطه، دي صوره من فوق اتخذت من منطاد زيتلن لما عدوا فوق مصر تقريبا في العشرينات او الثلاثينات من القرن العشرين، وهنا بنشوف الموت من القلعه كان بيخرج من باب العزب السلطان او الجيش، يعدي الطريق بتاعه ده كله حد ما يدخل باب زويلة ويخرج. طبعا الصورة قديمة شوية مش بينانا. ده جامع بطرون نقدر نشوف حجمه بالنسبة للمدينة قد ايه. الفاطميين كان ناس عندهم ايديولوجي مختلفة شوية عن اللي كانت موجودة في مصر. هما كانوا مذهبهم المذهب الشيعي، وكان عندهم بعض المعتقدات المختلفة كانت عن المصريين شوية. هما سجنوا جوه القاهرة، ما حاولوش ان هما يفرضوا معتقداتهم قوي على بقية الشعب، يعني ما كانوش ناس دعويين، ولكن هما كانوا بيحبوا الاحتفالات الكتير، فبدأوا ان هما يعملوا الاحتفال بمولد النبي، الاحتفال بعاشوراء، الاحتفال بموالد آل البيت، وبدأوا ان هم يعملوا حاجه اسمها الهبب التذكاريه او المشاهد لآل البيت. يعني مثلا زي على سبيل المثال مشهد السيده رقيه، مشهد السيده سكينه، مشهد السيده زينب، هم كلهم ما اتدفنوش هنا، ولكن اتعمل لهم مشهد يعني زي مقام تذكاري علشان يحتفلوا بالميلاد بتاعهم. في اربع حاجات مهمين جدا في الفن الفاطمي. الارشات، استخدام الارشات اتغير شويه، عملوا حاجه اسمها الكيل ارش. بدأت تظهر الأبب بشكل كبير جدا، قبل كده ما كانش فيه أبب كتير. فن الخزف ظهر جدا اللي هو السيراميكس، وبقى فيه موتيفات فنية متعلقة بالخشب، وبدأ الحفر على الخشب يزداد. زي ما هنشوف الكيل أرش ده النوع ده من الأرشات، وده موجود في الأزهر بالتحديد، الصورة دي في الأزهر. والكيل أرش هنا زي ما احنا شايفينه هو الشكل ده، الأرش المدبب اللي هو برضه اترسم بالشكل ده، ده كان الديزاين بتاعه، ده كان التنفيذ بتاعه. الجامع الازهر هو يعني هو برضه الفاطميين لما جم لازم برضه يعملوا نفس الموضوع، هم بنوا مدينه فلازم يبقى فيه السيتي سنتر بتاع المدينه دي او المكان المصلى الكبير اللي بيجتمع فيه الناس. فعملوا الجامع الازهر كان بالحجم ده بس كان شكله مختلف شويه. المآذن بتاعته دي ما كانتش موجوده وقتها، وهم الفاطميين اصلا يعني برضه ما كانوش بيبنوا مآذن قوي. هم اصلا جايين من حتى الحاجات اللي موجوده في بلدهم الاصليه في المغرب ما كانش فيها مآذن، هم لما جم على حد قول ستانلي لين بول في الكتاب بتاعه ان هو كان بيحل، والمقريزي نفسه كمان كان مؤرخ اتكلم على الموضوع ده، ان هم الفاطميين لما شافوا مآذن القاهره وابراج الكنايس بداوا ان هم يبنوا مآذن علشان يحافظوا على شكل السكاي لاين اللي موجود اوريدي في القاهرة. الأول هنتكلم على الأرش ده. زي ما قلت لحضراتكم الجامع الأزهر تحديدا اتبنى في سنة 970 كفكرة المسجد الجامع والمدرسة. الأول الفاطميين مدينة القاهرة كانت مدينة سياسية شوية، محصورة على رجال الدولة والعيلة المالكة من الفاطميين وكده، وكانوا القاهريين أو مش القاهريين آسف كانوا هم القاهريين. الشعب المصري ما كانش بيسكن في القاهرة، كان بيسكن في الفسطاط اللي هي المدينة بتاعت عمرو بن العاص اللي كانت موجودة جنوب القاهرة على النيل. بعد كده لما جه صلاح الدين وحد المدينتين مع بعض وعمل حاجة زي القاهرة الكبرى. بدأوا إن هما يعملوا حاجتين مهمين جدا. هنا بنشوف ده السكتش المرسوم بتاع الكيل أرش.
في الأول بدأ بالشكل ده، بعد كده بدأ يتطور لحد ما وصلنا إلى الشكل ده. ده نوع تاني من الأرشات علشان نعرف نقارن بينهم، اسمه الهورس شو أرش، بس ده مش منتشر في مصر. ده أكتر موجود في الأندلس والمغرب الناحية اللي هناك. هنا زي ما احنا شايفين الكي أرش أهو. الريب أرش اللي هو اللي محفور فيه بالستوكو بنشوفهم هنا مع بعض. وهنا كمان بنشوف نفس الفكرة بتاعت عرايس السماء بتتكرر تاني، ولكن بنمط مختلف مناسب لنوع الزخرفة اللي موجود. الفاطميين برعوا في استخدام الستوكو أو الجص بشكل قوي جدا. طبعا احنا واخدين بالنا من ان مثلا يعني في زمن احمد بن طولون، هو قبل الكلام ده بحوالي 100 سنه تقريبا، كان المعمار بدائي شويه، لكن احنا هنا برضو بنشوف التطور الايفوليوشن بتاع سواء الفن المعماري فيما يخص الماتيريالز اللي بتستخدم فيه وطريقه تشكيلها وطريقه الزخرفه عليها، وبنشوف برضو الايفوليوشن في تطوير المواد واستخدامها ازاي. هنا بنلاقي ان هم لقوا عندهم في مصر كم كبير جدا من الاعمده اللي مش مستخدمه. في كمية راونز كتيرة جدا من المباني السابقة، سواء كانت معابد فرعونية حالتها متدمرة، كنائس قديمة، معابد يهودية، جوامع حتى، كل ده. فبدأوا ان هم يعيدوا استخدام الأعمدة دي تاني. فهنا بنشوف دي أعمدة رومانية. هم ما كانش يعني لسبب ما في المعمار الإسلامي ما كانوش بدأوا يعملوا، ما كانوش بيعملوا عواميد، ما كانوش بيعرفوا يعملوا عواميد. صنعة العمود ما كانوش بيتقنوها اطلاقا خالص. فكانوا بيستخدموا المخزون اللي موجود في راونز كتير قوي، وكان بيبقى فيه مقاولين هدم كده، حاجه زي مقاولين الهدم متخصصين، يلاقي في منطقه فيها حاجات مهدمه ياخد الحاجات اللي فيها ويبدا ان هو يوردها للناس بتوع المعمار اللي بيشتغلوا في بناء الجوامع او في بناء المدارس. حاجه تانية مهمه في الجامع الازهر ان هو كان اتعمل علشان يبقى مدرسه الفاطميه. فبالتالي هو كان بيدرس المذهب الشيعي للفاطميين، ما درسش للمصريين، لان اصلا بقيه العوام المصريين ما كانوش بيدخلوا جوه القاهره. ولكن ده هيتغير بعد كده. فاحنا هنا بنشوف ان برضو هنلاقي كمان ان كل حاكم بيجي بيبدا ان هو يضيف اجزاء للمدرسه الكبرى بتاعه الازهر. طبعا كلنا اكيد شفناها وعارفين حجمها. ده هنا المحراب الفاطمي. المحراب الفاطمي ده محراب موجود من زمن الفاطميين، يعني حصل له مشاكل كتير واتدهور كتير واترمم كتير. دي الصوره دي بعد اخر ترميم له، يعني الصوره دي السنه دي، هو اترمم السنه اللي فاتت وكان متدمر تماما، لكن هم دعموه بالرخام علشان ما الحيطان ما تقعش. هنا بنشوف الستوك اللي فوق ده كله، كل دي زخارف بصيه بنلاقيها اتطورت كتير عن زمن البطولون. بقى فيه حرفة أدق وأكثر مهارة وأكثر جمالا. بنشوف إن هما بدأوا يلونوا، يستخدموا حاجات بعض الألوان. وبنلاقي برضو فكرة الأعمدة زي ما بنشوف هنا، وبيحط الأعمدة كدعامات بيحمل المبنى فوقيها. طبعا هو عارف قوة العمود، لأن الرخام والحجر اللي معمول منه العمود عارف هو قد إيه قوي ويقدر يتحمل الاحمال دي. فهنا بنلاقيهم بيحطوا الجزء من الخشب يعمل ستيفنس وبيتحمل المبنى فوق الاعمده دي بعد كده زي ما بنشوف. حتى المحراب بتاع القبله برضه بيتحمل على عواميد عشان يقدر ان هو يشيل كل التقل ده. هنا برضه لو واخدين بالنا بنبدا نشوف استخدام الخط. الخط بيبدا بقى بنشوف اشكال مختلفه في استخدام الخط وانواع مختلفه منه. هنشوف منها اكتر بعد كده. هنا دي الأوبب، وهنا بنشوف بقى انتشار فكرة الأوبب وظهور فكرة قبة الضريح أو القبة فوق المتوفى. الصورة دي من أسوان فعليا، لأن الأوبب الفاطمية اللي فاضلة في مصر مش كتير، في القاهرة يعني مش كتير قوي. طبعا مع الزمن ما عاشتش كتير يعني. بس هنلاقي إن فكرة القبة زي ما احنا شايفين هنا، دي قبة فاطمية هنشوفها من جوه دلوقتي. علشان يعمل القبة دي بدأ ان هو
ده شكلها من جوه. علشان يبني القبه وكانت لسه جوه صغيره يعني زي ما حضراتكم شايفين القبه دي من جوه اللي هي القبه دي. شايفين طبعا حجمها بالنسبه للقبه اللي اتبنت بعدها باكثر من 600 سنه. كان بيجمل القبه عن طريق استخدام برضه الزخارف القصيه والستوكو. لكن القبه نفسها هيوقفها على ايه؟ بدا ان هو يعمل الهكسجون شيب الشكل السداسي اللي احنا شايفينه جوه. ما كانش لسه في وقتها موضوع نجمه اليهود والكلام ده. ما كانش في حد في دماغه القصه دي. فعشان كده بنلاقي النجمه السداسيه وده سؤال معروف بتستخدم كتير في الزخارف الاسلاميه. هنقول ايه علاقه ده بقى؟ هي جت من هنا. ان هي فكره بيثبت القبه الزاهره بنشوف ست محاور اسف ثلاث محاور يؤدوا الى 6 بوينتس ست اطراف بتقف القبه عليهم هنا وهنا بتؤدي بينا بعد كده لشكل مسمن من بره. الشكل المسمن ده الشكل ثانيه واحده مش معايا سوري.